يلا بابا هاتوا ودي مرة. يلا بابا يلا بابا بابا إلي كل شيء عم بصير لازم يكون كثير يعني منيحة بكثير. هدول هلا هذا جاي بدنا فيها كيف كان هذا؟ هاتوا اسمه وانت محمد هاي بكره هي كل هي الغراض بدي اياها بكره جنة. ماشي هو شو وين ودي برا نفسه من شوي شو ما يعرف ميار نورت معلم كيفك ان شاء الله بخير كيف صحتك؟ ماريا ما اجت اليوم؟ لا والله ما اجت طيب رافعة صلحوها لما لسه؟ معلم بكره بتكون جاهزة لأنه الحمد لله مشي الحال اجوا القطع بس خبرني الأستاذ فادي قال لي لا تخلي الخبير يركب شيء لحتى يجي هو طيب ليش لبكره مو اليوم؟ والله ما بعرف خبرني من الصبح وقال لي خلي الخبير يجي بكره طيب يلا سلام الله معك زين ولاد زين نعم وين بكره يجي اكيد أول مرة بتجي لهون؟ هي المزرعة عنا إياها من 20 سنة أو أكتر أنا الوحيد اللي بيجي عليها كل ما حس حالي متضايق أو ضجران أو معصب بيجي وبقعد واسترخي وبرو أجبتك لهون مشان تسترخي وتروي إن شاء الله تعجبك وعلى فكرة رح أعمل لك أكل كثير طيب ولا شو؟ وصلنا لمزرعة متطرفة على الطريق هلا ابعثك جبيس خليك بمحلك خليك بمحلك واذا طلعت خبرني ماشي الو الو ليك هي دخلت لحالها جد معك مطرح هون كتير هادي أنا محلك بعيش هون خاصة إني عم بحس حالي ماني مرتاحة هيدي الفترة كل شي عم بعمله بحس عم بعمله مش بإرادة أنت قصدك عن شي اللي عم يصير بيناتنا؟ مش بس هيدا كل شي عم بيصير بحياتي من وقت ما تركتني خلص خلص انسي انسي وروحي أنت مالك مبسوطة؟ لو ماني مبسوطة ما كنت جيت معك أصلا فشو؟ أنت وعدتني إنك تعمل أكل طيب نستنى شوي خلي كل شيء يستنى يا أولاد الكلب وأنا عم أقول لحالي ليش الست ماريا راكدة راكدة بدها تتطلق بدي اتطلق ما عاد قدر أنا ما عاد فيني
لازم تطلقني هلا. انا استوعبت، هلا فهمت ليش بدها تطلق. نور، انت شو عم تعمل هون؟ قديشك مريض انت؟ قديشك مريض؟ قديشك حيوان؟ هي ساتها مرتي، هي ساتها على زمتي. قديشك انت حقيرة، قديشك حيواني، قديشك تافه، قديشك واطية. انا جيت طلعت وشفت مشان حط على عينك، مشان بس حط على عينك. خليكي نور. ماريا، نور. ماريا، شو بدك فيه؟ وقفي، خليه يروح. لك شو بدي؟ كيف شو بدي فيه؟ بتعرف شو بكون فكر هلا؟ بتعرف كيف منظرنا قدامه؟ نور، بتعطي اجزت مني انت. مش مزبوط، مش مثل ما انت مفكر. لا، قلت لي بدك طلاق، ما هيك بدك تطلقي. طيب انت ما رح تطلقي، وفرانك واحد ما رح يموت. اي نور، شو بدك لسه؟ لك انت اللي متصلة، شو بدك؟